الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد، في هذه الأيام الفاضلة والليالي المباركة التي فيها ليلة القدر، ليلة هي خير من ألف شهر، يحرص المسلم فيها على عبادة الله وطاعته والقيام والذكر وقراءة القرآن والدعاء، فمما حثنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم ودعانا إليه دعاء جليل قليلة كلماته ولكن عظيمة، هذا الدعاء عظيم في أثره وعظيم في معناه. سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا هي أدركت وعلمت أي ليلة هي ليلة القدر فماذا تقول؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. صفة من صفات الله، من صفاته أنه العفو الذي يصفح ويتجاوز عن الذنوب، والتعرف على الله عز وجل مما يزيد في إيمان العبد وتعلقه بالله ومحبته له والرجاء بما عنده والخوف منه، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف. التعرف على هذه الصفة العفو لها تجليات وآثار على المسلم وفي حياته. فما معنى العفو؟ العفو من عفة الريح الأثر، إذا مشت دابة على التراب فإنها تترك أثرا، ثم إذا جاءت الريح أذهبت ذلك الأثر كأن لم يمشي أحد على هذه الأرض. فكذلك الإنسان إذا عصى الله وتجاوز وأساء وقصر في حق من حقوقه ثم أراد العودة إلى ربه وأراد التوبة والرجوع فإنه سيجد العفو والصفح، إن الله لعفو غفور، بخلاف المغفرة التي هي بمعنى الستر، فالله عز وجل يصفح ويتجاوز سبحانه وتعالى. هذه الصفة العظيمة مقترنة بعلم الله ومقترنة بقدرة الله، فإنه لم يعفو ويتجاوز عن جهل بما نرتكبه وما نقوم به، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، وهو سبحانه قادر يعفو عن قدرة بما نفعل وقدرة علينا إن شاء أخذنا. ما أثر هذه الصفة أيها المشاهد الكريم؟ إذا علمت بأن الله يعفو فلا تيأس ولا تقنط من رحمة الله، مهما فعلت فعد إلى الله بالتوبة والإنابة والرجوع. إذا علمت بأن الله هو العفو وهو الذي يعيد صفحتك بيضاء كأن لم تكن، فإنك ستملأها بالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه الصفة يتحلى بها الأنبياء، فإن من التعبد بهذه الصفة ليس فقط أن نسأل الله سبحانه وتعالى بها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وإنما منها أن نتخلق بهذه الصفة فنعفو عن الخلق كي يعفو عنا الخالق سبحانه وتعالى. إذا عفونا عن العباد عفى الله عنا. من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يعفو ويصفح، قال الله سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. النبي عليه الصلاة والسلام من صفاته التي كتبت في الإنجيل كما صح في الحديث في صحيح مسلم، مكتوب في الإنجيل في صفة نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه لا فظ ولا غليظ ولا سخاف في الأسواق، ويعفو عن ولا يجازي بالسيئة مثلها بل يعفو ويصفح. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، هكذا شاهده وهكذا عرفه الناس، فعل به أهل مكة ما فعلوا، فعل به أهل الطائف ما فعلوا، ثم تجاوز وصفح وعفى عمن أساء إليه. وهكذا سار أصحابه من خلفه على
منهجه وعلى سلوكه فتجاوزوا عن الناس. أيها المستمع الكريم، كل منا قد يكون وقع في مشكلة مع قريب أو أخ، نقلت عنه عبارة أو صدر منه سلوك وتصرف، فلا تتشدد ولا تغلظ ولا تستمر في الهجر والقطيعة، بل بادر إلى عفوه كي يعفو الله سبحانه وتعالى عنك. لا تقول إن إساءته كبيرة وظلمه عظيم، فإن عفو الله سبحانه وتعالى أعظم. ولنشاهد ولنقف مع هذا الموقف من أبي بكر رضي الله عنه، فإنه لما تكلم عن ابنته عائشة أم المؤمنين من تكلم في حادثة الإفك المعروفة، كان ممن تكلم مصطح ابن أثاثة، خاض معهم وتكلم عن ابنته، وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه قبل ذلك، فحلف ألا ينفق عليه لأن مصطح قابل الإحسان بالإساءة لأنه بشر أبو بكر رضي الله عنه. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات العظيمة كي نتأملها ونقف عندها ونتحلى بها. قال سبحانه: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بلى، أحب أن يغفر الله لي. فعفى عن مصطح وأعاد عن إليه ما كان يعطيه. هكذا سلوك المسلم. يقول الله سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. حالات الناس في الإساءة، إذا أساء إليك أحد، حالات الناس لا تخلو عن أربعة: منهم من يقابل الإساءة بإساءة أعظم، ومنهم من يقابل الإساءة بإساءة مثلها، ومنهم من يقابل الإساءة بالعفو، ومنهم من يقابل الإساءة بالإحسان، وهذا أعلى الدرجات وأكمل الفئات، فكن من هؤلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك، واعفو عمن ظلمك، وأحسن إلى من أساء إليك. من أساء إليك أحسن له، توجيه نبوي وتربوي وسلوك عملي. إذا تعادى الناس وتباغض الخلق وتفرق الأخ عن أخيه والجار عن جاره وقطعت العلاقات، لم تبقى رحمة بين المسلمين. بعض الناس قد يقول: إذا عفوت عن الآخرين قد يكون هذا سبب للانتقاص من قدري والإهانة والإساءة لي لأنه فعل وقال وتكلم. نقول له: لا، أبشر، أبشر بما بشرك به نبينا صلى الله عليه وسلم. إن عفوت فإن الله سيزيدك عز، وما ازداد عبد بعفو إلا عزة. دائما إذا تعفو عن الناس الله سبحانه وتعالى يرفعك ويرفع قدرك. لما تعفو عن الخلق وتتجاوز عنهم ترتاح، يرتاح قلبك وترتاح في نفسك وفي أفعالك. لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي الفاضلة أن يعفو عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أهلنا وأموالنا وفي بلادنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.